القهار الحرية 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 عبد القهار الحرية 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 عبد القهار الحرية 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 عبد القهار الحرية الحرية طالب بالتربية لأخونا عبد القهار والخطا ما نعرف يعني حتى الآن شو الحال شو الحال وصل إلى مدى نقدر وصلت أخوان غيرها ما دام نعرف صار لي اليوم الثالث طلع من البيت بعد ما رجع هاي الظاهرة نعاني منها المتظاهرين يعني قلنا بنقدر نروح للبيت يروحون للبيت وبعد ما يرجعون وتنزل يا أخوانك لو يظلون يراقبون فيك وانتم طلع من البيت يا أخوانك يعني إذا مدى هذا الحل كنا نطالب عبد القهار نريد عبد القهار نريد عبد القهار نريد عبد القهار نريد عبد القهار نريد.